بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. هناك من الفرق من يسمون أنفسهم بالقرآنيين، والأسبوع الماضي في السبت الماضي كان هناك حلقة على قناة خليجية وأتى فيها الشيخ حسن المالكي وتكلم بكلام كثير عن القرآنيين مع شيخ لبناني آخر. قال أن أحاديث في الصحيحين تخالف القرآن، قال أن أحاديث الردة تنافي قول الله تعالى لا إكراه في الدين، وذكر أنه أهل الرواية وضرر أهل الحديث على الأمة لا يطاق، وقال أنه أبواب الحديث في سواء في الصحيحين أو في السنن أنها تغرق في التفصيل في العبادات الصغرى وينسون القضايا المحورية اللي ركز عليها القرآن اللي هي زي العدل والعقل ونحوه. أنا أريد تعلق على هذا الموضوع الحساس. أولا أسأل الله جل وعلا أن يهديه سواء السبيل، وأنا هنا أتكلم في الصفات لا في الأعيان، في الصفات نعم، في الأوصاف لا في الأعيان. هذا القول صرف النظر عن قائله قول باطل، باطل بالكلية ولا يمكن قبوله البتة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أحالنا في الهدي على نبيه، وقال لنا جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال لنا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال لنا تبارك اسمه وتبارك اسمه قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه كلها إحالات من القرآن الذي نؤمن به جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا إن الصحيحين وهما أرفع كتب الحديث تخالف ظاهر القرآن، إذن على ما أحالنا القرآن؟ القرآن لا يحيل على مجهول، لكن لو قال إنسان أن ثمة أحد من الأحاديث أفراد من الأحاديث معدودة ما زال الناس لم يعرفوا لها معنى، ما زالوا متوقفين فيها، فهل القضية في الإسناد أخطأ فيه الناقل أو القضية في الأفهام أخطأ فيه الفاهم لقبل هذا القول. أما أن يأتي إنسان ويقول إن أهل الحديث جنوا على القرآن كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. أهل الحديث لما قربوا لنا السنة أجزاء الله مثوبتهم فهمنا من خلال السنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال السنة فهمنا كلام الله تبارك وتعالى، والقرآن وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعضد بعضهما بعضا. وهذه أنا أتيت بمثال يعني قريب، الله جل وعلا يقول عن الساعة أكاد أخفيها، نعلم أن أكاد هذه تعني قرب الوقوع لكنها لا تعني الوقوع. إذن الساعة لما قال الله أكاد أخفيها لم يخفيها بالمرة ولم يظهرها بالمرة، وأخبر جل وعلا أن لها أشراط فقال فقد جاء أشراطها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبين لنا بعض تلك الأشراط من خلال أحاديث عديدة نقلها لنا أهل الأثر، عرفنا تلك الأشراط واستطعنا أن نقسمها إلى صغرى وكبرى وما إلى ذلك. الآن حتى نعلم أن هذا الحديث نقله صحيح الواقع يشهد، الواقع يشهد. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عيسى بن مريم سينزل شرقي المنارة البيضاء، الآن يوجد في دمشق جميع بوابات دمشق هدمت إلا البوابة الشرقية، وعندها مسجد إلى قبل 7 سنين والمنارة سوداء، قبل 7 سنين غيرت المنارة أصبحت بيضاء. الحكومة الإسرائيلية ضاق بها أرض فلسطين كلها، أين وضعت المطار؟ وضعته في اللد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدجال يفر إلى اللد فيتبعه عيسى بن مريم فيقتله فيه. أيا كان هذا الأمر، الناظر بهذه البصيرة الذي يجمع القرآن مع السنة مع الواقع يجد أن الأمور لا يمكن أن تتعارض. فالواقع أكبر الشهود على أن الأخيار من أهل الحديث الذين نقلوا السنة نقلوها صحيحة. أين عرفنا أن القسطنطينية ستفتح؟ ليس في القرآن، في السنة وقد فتحت. وعرفنا أن بيت المقدس سيملكه المسلمون، هذا ليس في القرآن لكن وجدناه في السنة وقد فتحت. وكل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقع، قال عليه الصلاة والسلام سيخرج من ثقيف كذاب ومدير، فخرج الكذاب المختار بن أبي عبيد وخرج المدير حجاج بن يوسف. فإذا كنا رددنا السنة على زعم هؤلاء أن السنة تناقض القرآن، هم عجزت أفهامهم. لكن أنا أقول له ولغيره، أي أحد يقبل على الله الله أعلم منطوت عليه نيته، فإن أراد أن يقبل على القرآن ليفقهه يسر الله له السبيل لفهم كتابه، وإن أقبل على القرآن ليعانده أو ليرمي نزافا به السنة خذله الله. ف
فإذا خذله الله بدأ يتخطط ولا يدري ماذا يقول. الخطوة الأولى لطلب العلم عليها تمضي الخطوات كلها. فمن صدق مع الله جل ذكره أوصله الله رغم كل من يحاول منعه، ومن أراد أصلا أضمر أنه يريد به شيئا آخر غير الله قطع الله عليه السبيل وجعله يتخبط. عبيد الله بن جحش هاجر من مكة إلى الحبشة فرارا بدينه، ثم لما وصل إلى الحبشة ارتد، ولو خرج يريد الله حقا والله ما ارتد. فلا ينقطع من أراد الله، إنما ينقطع من لم يرد الله أصلا لهذا البدء.